هلا والله، يلا حياكم، معكم بكرافت من قناة جيمنج شلتر، وهذه الحلقة الخامسة من سلسلة دراجون كرافت. طبعا شباب ما هم موجودين حاليا، قاعد اسجل زي ما قلت في اكثر من حلقة اني انا بخلص اشياء مرة كثير نحتاجها كاساسيات. الحلقة هذه راح احاول اخلص اللي هي الالات الاساسية وتوريد الباور الاساسي. فزي ما انتم عارفين الحلقات اللي راحت سويت هذه وخلصت الستيل، جمعت كمية ستيل كويسة حطيتها هناك، خليني اوريكم اياها. ماني عارف الى الان فين ابدا او فين احط السيستم حقي او المكان فين ابدا، فغالبا راح يكون فوق، لانه هنا مشكله الاشجار هذه حاليا ما راح نقدر نكسرها، يبغى لها بوشن. فهذا الورطه، يعني كنت افكر اني احطها هنا لكن ما راح ينفع لانه في تريز، و يعني ما لي حيل اقعد اسوي البوشن واكسر اساس اكسر الاشجار. فهنا ححط الافران، هنا راح تكون الافران زي ما انتم شايفين، حاط اكثر من فرن وتعبى بالكريسوت اويل. لكن برضو احتمال كبير ان انا ما اخليها، يعني احتمال كبير اني اخليها فوق، او اخلي مثلا الالات الاساسيه فوق والافران تحت، وغالبا هذا الشيء اللي راح يصير. فايش نبغى نسوي اول شيء؟ اول شيء انا ودي صراحه اسوي لي كم تانك. خلينا نشوف اول شيء البايبس، اذا انها بسيطه ولا لا. البايبس راح تحتاج حديد، بس حديد كويس، يعني ما هي صعبه. فقلت اني انا ممكن ايش، ممكن اطلع الكريسوت اويل عليهم فوق، او اني اول شيء ابدا في الطاحون، مو الطاحونة، هي اسمها ووتر ويل او ووتر ميل، اللي هي حقه المويه، اللي هي تمشي على طريق المويه، لانه هذه هي الباور الاساسي، هذا اللي في البدايه اذا تبغى تسوي باور في المود باك هذا، طبعا مو في المود باكات الباقيه. فخلوني اشوف. طيب خلينا نجرب نسوي التانك ونشوف. احتاج اللي هو طبعا التريتد وود، هذا طريقته الوحيده ان انت تسويه انه حتحتاج اللي هو الباكت اوف كريسوت اويل. الباكت اوف كريسوت اويل راح تجيبه عن طريق الفرن اللي هنا، راح تحط باكت هنا راح يعطيك باكت اوف كريسوت اويل. فلازم اسوي تانك، لازم اني اسوي تانك، لكن راح لانه راح نعتمد اكثر شيء كمان في التورشز والشموع والاشياء هذه كلها على الكريسوت اويل، لانه حبه الفحم الواحده تسوي لك واحده تورشز، لكن باكت كريسوت اويل يعطيني 12 تورش. طبعا احتاج وول، لكن مو مشكله. فزي ما قلت خلينا نجرب. حنحتاج حديد، انا جمعت هنا حديد صراحه مره كثير، اتوقع انه ستاك راح يكفي ان شاء الله. راح احط ستاك مع المطرقه، راح يعطيني اللي هي البليتس. البليتس اقدر اني احولها على شيتس زي كذا. احتاج والله ما ادري صراحه كم، لكن خلينا نحول نص ستاك ونشوف. 16 هنا 8 8، نقول ان شاء الله انها راح تكفي. وراح اجي، لا تعالي ابوي. راح اطلع هنا فوق، طبعا قررت اني انا احطه فوق. اوكي هذه النقطه هنا. طريقته كيف؟ راح احط واحد اثنين، لا دقيقة خلينا نوخر شوية أساس إيش؟ أساس نقدر ناخذ راحتنا بعدين. كذا غلط، نكسر هذي، نكسر هذي، نكسر هذا، راح نحطها كذا، نحتاج مساحة. ليل دقيقة، أيوه مضبوط كذا وكذا وكذا، وبعد كذا نبدأ نبني. إن شاء الله إني ما أكون ناس الحجم حقه، أتوقع إنها ثلاثة، الارتفاع حقه حيكون ثلاثة. كذا وكذا اثنين، اثنين وهذه ثلاثة، والرابعة أقفل عليها. عليك كل شوي أنسى هذه الهرجة هذه صراحة، ترفع الضغط. أتوقع كذا كفاية. إيه كويس، عندي حديد زيادة. كرافتنج تيبل، بسيطة بسيطة بسيطة. كرافتنج تيبل، كرافتنج تيبل، راح طبعا حنحتاج كرافتنج تيبل مرة كثير، فخلينا نحطها هنا ونحول برضو شوية. خلينا نقول نحتاج ثمانية. ما راح اسوي اكثر من تانك في السلسله كامله، لكن كبدايه نحتاج واحد بس للكريسوت ونطلع. نقدر حاليا ان احنا نقفل كذا ان شاء الله، بس ما يجوني وحوش في الليل. ونقفل، نكسر هذه عشان الشكل بس، نكسر هذه. والمطرقه معايا كويس، لو اضغط ايوه كفو، يعني تانك ما لعب فيه، التانك ما لعب فيه. هذا الشيء اللي كنت شايل همه، لانه ما في تانكات. انا يعني اكتب هنا تانك، ما عندي خيارات كثير، عندي بس اللي هو ستيفز كارتس، وبرضه يعتبر قليل. هذا ميزته يخزن 512 باكت، 512 باكت، ما ادري انتم مستوعبين ولا لا. طبعا في المستقبل راح نحتاج زياده، لكن حاليا تعتبر مره كثير. طبعا كالعاده يفاجئنا صاحب المود باك باشياء غريبه. طبعا اكتشفت انه اول شيء هذا ما راح يسوي اوتوماتيك اوتبوت، يعني الكريسوت اوير هذا مستحيل يخرج من هنا باي طريقه كانت. جربت اكثر من طريقه في العالم السنجل بلاير. فزي ما انتم شايفين حطيت هنا بايبات، وحطيتها ووصلتها لين فوق لين التانك، وما في فايده، يعني ما قاعد تتعب التانك. فانا ليش ابغى اوديها على تانك؟ لانه انا احتاج كثير من الكول كوك.
كول كوك ما راح اقدر، يعني لما يتعبى التانك اللي هنا خليني اوريكم، ما راح يعني زي ما تشوفين ما عمل يتحول اي شيء، لكن اول ما احط باكيت وافضيه حيبدا يرجع يشتغل مره ثانيه، وانا احتاج كول كوك مره كثير، فحنتورط من هذه الناحيه. فدخلت عالم السنجل بلاير وقعدت ادور واحوس واجرب يمين ويسار لما لقيت الطريقه الوحيده اللي احنا ممكن نسويها اللي هي عن طريق السيلز. ما هي صعبه و يعني طريقه جديده هي نوعا ما، اللي هي هذه اللي هي الام تي سيل. حتحتاج 10 وجلاس بين بس، فاتوقع ان احنا عندنا جلاس بين. نسيت فين حطيته جلاس بين، ايوه هنا موجود جلاس بين، ونحتاج برضو اللي هو التن. التن عندنا منه كثير وما راح، ما اتوقع راح نستخدمه يعني بكميه اللي تستاهل انه انا انزل مره ثانيه واجمعه. فلو سويت كذا ابغى استاكين انا، فخليني اجيب تن زياده، اتوقع ان انا حاطه هنا، ايوه موجود هنا كويس. راح اخذ هذه. الشيء الكويس انه كل سيل راح تعطيني باكت كامل، يعني راح تخزن باكت كامل، والشيء الحلو انه هي ايش يصير لها ستاك. فايش راح اسوي حاليا؟ راح اجي هنا جهه الفرن. اوكي طبعا راح اضبط المكان هنا، مشكله الاشجار هذه ما تنكسر يا الله، اقسم بالله شيء يقهر. لازم اسوي بوشن، والبوشن لازم يبغاله اللي هو البروينج ستاند ايش اسمه هذيك. فلو احط السيل هنا زي ما انتم شايفين حتبدا تتعبى وستاك كامل، يعني حيكون كل مره ستاك، يعني هي كل حبه كول راح تعطيني نص باكيت، فشيء كويس اقدر ان انا احط ستاك كامل من دون ما اشيل هم ان انا اجي افضل التانك الداخلي. فهذه مشكله وحلناها. بعد كذا ايش راح نحتاج نسوي؟ راح نحتاج انه احنا نسوي اول مصدر للباور، فان شاء الله انه هو ما لعب فيها. فخلينا نشوف الواتر، وتروي راح يحتاج ستيل، الستيل موجود، راح يحتاج اللي هو تريت دود، كويس كلها بسيطة وما يبغى لها شيء. بس الشيء الوحيد اللي احنا يبغى لنا نسويه او نفكر فيه اللي هو كيف نخلي الموية تمشي من فوقه، وهذا الصراحة النقطة اللي راح تجنني وراح تجيب لي الصداع، فخليني افكر فيها مضبوط. احتمال كبير ان احنا نسوي الويند. خلينا نشوف الويند، الويند ميل تبع الماء. طبعا ممكن كثير منكم يستغرب ايش الفرق طب بين هذه وبين الثانية اللي انت حتسويها، هذه حقت مود والثانية حقت مود مختلف. بس ابغى اتاكد، عندنا هنا الويند ميل راح تحتاج حديد. كويس، جدا كويس. طيب كويس، حنحول على الويند ميل، ما راح اسوي حق الواتر لان المويه ما اقدر اخذ بلوك كامل، حتجنني يعني لو ابغى اسويها لازم احطها وسط البحر واقعد امدد اسلاك، وجع دماغ الصراحه. طيب الحين عندنا كل شيء نحتاجه ان شاء الله، راح نسوي كذا، راح نسوي كذا، راح اسوي لي 4 كونكتورز، وراح نسوي 1 2 1 2، راح يسوي لي اللي هي الريليز، وعندنا الداينامو، وعندنا كل شيء. ونقول بسم الله راح نطلع فوق. طبعا راح اسويها فوق لانه راح يكون كل الالات فوق، فمره واحده راح اخليها فوق. بس خليني اخذ معايا ديرت على اساس اني انا اقدر ايش. طبعا التصميم راح يكون مؤقت، راح اسوي تصميم معوق، بعد كذا راح نبدا نضبطه يعني، لكن كبدايه لانه احنا جدا نحتاج باور. طيب حاليا الويند ميل هذه كل ما طلعت فوق كل ما كان افضل، عكس اللي هي او مو عكسها، يعني ما هو نفس فكرة الويند ميل الثاني. يعني الويند ميل الثاني ما تفرق، كنت فوق كنت تحت ما راح تفرق اي شيء. فانا ما ابغى ابعد مرة، خلينا نقول مثلا من هنا راح احط اللي هو الشيء هذا. لا ايش هو ذا؟ صار جلتش. ابى احط الشيء هذا كي يا ابوي، ما ابغى البطارية، حط اللي هو لا تقول لي كمان الداينامو ما اقدر. شو بغيت اضربه والله بغيت اضربه. نبغى اللي هو هذه تكون كذا، بعد كذا نقدر نوصل لها اللي هي الويند ميل بهذه الطريقه. تمام زي ما انتم شايفين عمال تشتغل. طبعا في نسخه مطوره من الويند ميل، بس ما ادري اذا انها موجوده في المود باك هذا ولا لا. ويند ميل اللي هي العاديه، لا ما في. طبعا هو مفكر فيها مضبوط، يعني ما حط لك الاشياء الكويسه، حط لك الاشياء السيئه. فالخطوة الثانية ايش راح نحتاج نسوي؟ تصدقوا خليني احط الويند ميل بالعكس بحيث اني انا اقدر اسحب الباور. خليني احطها في الجهة الثانية ان شاء الله، بس انها ما تطيع. ايوه كويس. خليني احطها من الجهة هذه، راح اسوي كذا تمام، واحط الويند ميل من هنا. ايوه كويس، فجعني قلت ايش بعد ما قاعد يدور. بعد كذا بحط، ما ادري لو حطيت البطارية مباشرة على طول فوقها كذا، احتاج الميتر تصدقوا ما عمال يوريني قديش فيه في البطارية. احتاج اسوي الميتر، خلينا نشوف الميتر. الميتر احتاج كبر وساعة بس. كويس بسيطة، خلينا نسويها على السريع.
طيب تمام، هذا الميتر معانا. ما عمالي يغذي هنا، السبب انه اتوقع لازم انه احنا نحطه جنبها ونبدأ نوصلها بالكونكتر. بس خليني اسحب هذا، بعد كذا راح اجي هنا راح احط تصدقوا خليني احط السيل تحت واوصلها. انا بحط هذا هنا وانزل تحت. اوكي خلينا نقول هنا مثلا احط الريلي، بعد كذا اوصل من هنا هنا في كونكتور، من هنا لهنا، بعد كذا من هنا لين هناك. ما ادري هل حيمديني ولا ما حيمديني، الله اعلم. احتمال ان انا احط اكثر من ريلي، لكن حنشوف. اخ ما يمديني مسح. تو فار. طب لو احط ما يمديني احطها من الجنب. طب خليني اجرب حركة. تمام، لفيت ودرت عليه يمين يسار تحت فوق. اقسم بالله التنظيم مره سيء، مره 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 سيء. لكن زي ما انتم شايفين حاليا هذه قاعد تتعبى، طبعا مره قليل لانه هذه من الاساسيات او من انواع الباور الاساسيه. فغالبا بين الحلقات ان انا راح اضبط المكان بحيث انه يكون شكله شويه مرتب. احتمال احط اكثر من واتر او من ويند ميل جنب بعض، يعني واحده في اليمين واحده في اليسار واحده من فوق واحده زي كذا، بحيث انه يكون عندنا انتاج باور كويس نوعا ما. هذا حاليا كبدايه ممتاز، يعني تقريبا كم 200 RF تقريبا، 200 او 100 RF بير تك، جدا ممتاز. لكن زي ما قلت في آلات تحتاج باور مرة عالي، مرة مرة عالي، لكن في آلات برضو تنتج باور اعلى، لكن كبداية ما راح نقدر نسوي الا هذا السيستم. طيب اول آلة راح نسويها اللي هي الكراشر. الكراشر مشكلته يحتاج باور عالي، لكن زي ما قلت بين الحلقات راح اضبط الباور بحيث انه اخليه افضل شوية. فراح نحتاج طبعا في كم حاجه سويتها الكراشر. طبعا ممكن انا اجيب مكوناته كلها من هنا عن طريق الكتاب الانجينيرز مانيوال. راح احتاج برضو اللي هو اللايت انجينيرنج بلوك اللي هو هذا، لكن راح احتاج من هذه. يو دقيقه، عندي حديد انا هنا ولا ما عندي؟ عندي حديد، كويس. خلوني احول لي كم واحده. خلينا نقول نص ستاك نحوله. تمام حاليا اقدر اني انا اسوي هذا الشيء. كم حيعطيني؟ كل واحده راح تعطيني 2، يعني احتاج من هذه ستاك ستاك ستاك. نيجي هنا شفت رايت كليك، هذه العشرة. ايش ناقصنا كمان؟ ناقصنا اتوقع اللي هي الفنس، ستيل فنس. احتاج 8 ستيل فنس. صراحة ناسي الوصفة حقتها. ستيل فنس فين راحت؟ والله ما ادري. ستيل فنس تمام حلو. هذا ستيل فنس راح احتاج كم قال؟ 8 صح؟ اتوقع احتاج كمان واحدة. تمام، واحتاج اخر شيء اللي هو الهابر. لو اجي هنا اسوي لي كم قال؟ يبغى 9 هابر. هذه المشكلة، يبغى 9 هابر مو واحد، لا 9. ما ادري اذا يمديني اسوي 9 ولا لا. هنا 7. طيب خليني اسويها وارجع. تمام هذه 9 هابرز وضعت. والله الانفنتوري مو مليان ولا المليان. اتوقع حاليا عندنا كل شيء. مضبوط عندنا كل شيء. راح اطلع فوق بما انه هو السيستم حقنا فوق او الوصفه حقته. اول شيء راح نحتاج سكاف هولد، سكاف فولدنج. اوكي طيب خلينا نشوف نمشي معاه حبه حبه. تمام راح نبدا اول شيء. ابغى اسوي ما ادري والله، خلينا نسوي كذا افضل. 1 2 3 بعد كذا سكاف فولدنج. 1 2 3 4 5 6 زي كذا. وهنا 2 لايت اتوقع كمان كذا. مضبوط تمام. بعد كذا حيقول لي فنسز. دقيقة عشان نمشي معاه حبة حبة. هنا تمام كذا. وبعد كذا راح نحتاج فنسز وحواليها اللي هو الانجينيرنج اللايت انجينيرنج زي كذا. راح نحط فين راحت الفنسز؟ ايوه هذا الفنسز. 1 2 3 4 لا 4 5 6 7. طبعا لازم يكون التصميم بالضبط، يعني ما ينفع اشيل شيء اخلي شيء ما ينفع. اوكي بعد كذا راح نحتاج تمام. نحتاج هنا واحد وهنا اللي هو الفراح اللي هو الريدستون. هذا طبعا حق اشارة الريدستون. بعد كذا اخر شيء راح نحتاج هابرز. نحتاج 9 هابرز. نجي هنا واحد. ايش اللي طاح؟ شفت حاجة طاحت. الهابر اي مضبوط. راح اسوي كذا، راح اكملها. 1 2 3 9.
بعد كذا اخذ المطرقة حقتي واجي هنا. هل 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 اول آلة في السيرفر؟ اول آلة في السيرفر، خلوني اوريكم ايش فائدتها. معي الكل حلو، معي الريليز ومعي الكونكتورز. ايش ابغى اسوي؟ بخلي هذا اوتبوت، ابغى اخلي هذا اوتبوت، وابغى اجي هنا واحط الكونكتور بهذه الطريقة، واحط ريلي هنا. دقيقة خليني اتأكد في مكان الباور. الباور 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 من وين؟ الباور من هنا، فخليني اجيب الريلي واحطه هنا. اقسم بالله حوس الانفنتوري. راح اوصل كذا وكذا، ومشكلة نكسر هذه كذا حيكون وضعها كويس. عليه الام العشب ذا، تمام كذا مضبوط. اح 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 ايوه صح. طبعا الباقي ما قلت للعيال، لو قربت من السلك هذا راح تتنفض لانها كهرباء، فراح تنصعق. فخلينا نيجي هنا نطلع كذا ونحط الكونكتور هنا، ننفذ الباور ان شاء الله ما يقول لي انه عليه. لازم ارفعها بلوك فوق زياده، نكسرها وارفعها بلوك فوق زياده. طبعا اقسم بالله يا مو قربعه، شيء مو طبيعي. واحد اثنين واحد اثنين، تمام. حاليا هذا عنده باور. فين الميتر حقي او الفولت ميتر؟ زي ما انتم شايفين عمال يعبي باور. طبعا هذا ايش فائدته؟ هذا لو رميت فيه اي حاجه، يعني رميت فيه اورز ولا شيء، اول ميزه له انه هو يحول لك يدبل لك الاورز. خليني اجيب اورز واوريكم. طيب تمام، هذا معي حاليا اللي هو التشست، ححطه هنا. طبعا هذا اللي هو الاوتبوت حق حق السيستم. لازم اروح من ورا عشان ما تصفقني الكهرباء. راح اجي من هنا. لا خليني احط بلوك ثاني هنا عشان ايش اسوي؟ انقز على هنا على طول. لو اح. الشيء اللي يحتاج ان انا اسويه ان انا ارمي الاورز زي كذا بهذه الطريقه. زي ما تشوفين حتبدا تشتغل. ما ادري اذا حيكون كومباتبل مع الباور ولا لا، يعني حيمديني اني انا كويس انتاج الباور حيكون متوافق مع الاستخدام. خلص والله سريع، تصدقوا جدا كويس. زي ما تشوفين دبل لي، انا حطيت له 4 واعطاني 8 سيلفر، وبرضه اعطاني ليد. هذا اكثر شيء انا يعني مهمني انه حيكون فيه اللي هو الليد هذا. ما ادري، انا احس ان كذا حنهي الحلقه هنا. باذن الله الحلقه الجايه راح يكون فيه الشغل الجامد، يعني راح يكون نكمل الالات، راح نسوي سيستم كامل لتدبيل الموارد. اتمنى الحلقه تكون عجبتكم. اذا عجبتكم الحلقه لا تنسون من لايك، لا تنسون من شير والسبسكرايب، ونشوفكم الحلقه الجايه. سلام.